بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الأساس السادس من الأسس التي تبنى عليها حركة إسلامية عامة تنتهي إلى دولة إسلامية ذات 1,000,000,000 مسلم بإذن الله تعالى. وقد تقدم الكلام حول التنظيم والتوعية وأصول الحركة العامة والسلام والاكتفاء الذاتي. الأسس الخمسة، وتكلمنا حول كل أساسين في حلقات، وهذه الأيام في الأساس السادس، وقد مضى منه بعض الحلقات. والحلقة اليوم أنه يجب أن يكون منهج الحكم، وهو الأساس السادس الذي يجب أن يقد قبل الوصول إلى الحكم، حتى يكون دليلا للذين يريدون الوصول للحكم وللذين يريدون أن يعرفوا كيفية الحكم الإسلامي. الحلقة في هذا اليوم حول هذا الأساس السادس، وهو منهج الحكم، أن يكون الحكم يعفو عما سلف من الذين كانوا لا يوالون الحكم يعادونه، أو كانوا يوالون الأحكام السابقة بلا معاداة للحكم، أو كانوا حياديين لا مربوطين بالحكم إيجابا ولا سلبا. يعني إن يتخذ الحكم قاعدة عفى الله عما سلف منهجا حتى يلتف الناس حول الحكم. وهذا الأمر ليس فقط بعد الوصول إلى الحكم، وإنما حتى يلزم أن يكون منهاجا للحركة. يعني الحركة تكون رحب الصدر بالنسبة إلى المناوئين وبالنسبة إلى الحياديين. أولا، هذا أسلوب عقلي، فإن الإنسان لا يصل إلى هدفه إذا فكر في مناواة المناوئين. وكلمة للإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: آلة الرئاسة سعة الصدر. سعة الصدر كناية عن سعة النفس، العفو، الإغماض، البذل، الكرم، الصبر، السدائد، التحمل، الحلم، التحلم، الاحتمال، المكاره، المصائب، السدائد، وغير ذلك. فإذا عرف المسلمون أن الحركة بهذه المثابة، يعني شعارها عفى الله عما سلف، وأن الحركة إذا وصلت إلى الحكم لا تتخذ أسلوب الانتقام والتشفي وما أشبه، الناس يلتفون حول الحركة من ناحية الناس، من ناحية ثانية أن الذين كانوا في الحكم السابق هؤلاء لا يخافون على أنفسهم،
حتى يضعوا العيدان في عجلة الحركة حتى لا تتقدم، وإنما يفكرون أنهم إذا عادوا الحركة أيضا هم في فسحة، وأن الحركة إذا جاءت لا تنهب أموالهم، لا تصادر أراضيهم وثرواتهم، لا تنتقم منهم بالسجن والتعذيب، لا تقابلهم بالإساءة، لا تعدم من يستحق الإعدام منهم، ولذا فهم يكونون تدريجيا من أنصار الحركة ومن أنصار الحكم الإسلامي. الآن كثير من الناس يخافون من حكم الإسلام لأنهم يرون أنهم أساءوا إلى الإسلام أو إلى المسلمين، فإذا قامت حركة إسلامية لابد أن تنتهي إلى حكومة إسلامية، وإذا جاءت الحكومة الإسلامية انتقم من هؤلاء، فهم يكونون جيشا في جيش الأعداء، لا حبا بالأعداء وإنما حبا بأنفسهم. أما إذا علموا أن الحركة والحكم يسيران حسب سيرة الأنبياء وحسب سيرة الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وأنهم لا ينتقمون، أنهم لا يؤاخذون، أنهم لا يأخذون، أن شعارهم عفى الله عما سلف، وهكذا فقد كتبنا شيئا كبيرا إلى جانبنا. ثم يجب أن نفكر، لنفرض الآن في البلاد الإسلامية الذي هم 1,000,000,000 ما يقارب 20,000,000 موظف ومن إليهم، فهؤلاء إذا لم يخافوا من الحركة ولم يخافوا من الحكم الإسلامي كم نستفيد نحن الذين نريدون إقامة حكومة إسلامية؟ بينما أن هؤلاء إذا خافوا، إذا ترقبوا أن الحكم إذا صار بيد الإسلام انتقم منهم على ما سلف من أعمالهم، ألا يكونون هؤلاء أولا أعداء للحكم الإسلامي ويقومون بالمناقضة والمضادة، وثم هؤلاء يرتبطون بأعداء الحركة وبأعداء الحكم الإسلامي ويستجلبون الأعداء ليكونوا أمام الحركة وضد الحركة؟ فكم في العفو وإعلان العفو، لا العفو وإنما منهج للحركة والحكم، كم في إعلان هذا المنهج من فوائد، وكم في جعل الأمر غامضا أو بالعكس من أضرار، لعل الأضرار تقف أمام أن تقوم الحركة الإسلامية، يعني خسرنا الهدف لأجل شيء بسيط في الطريق. ولذا نرى نحن أن أنبياء الله سبحانه وتعالى كان ديدنهم جعل منهج حكمهم عفى الله عما سلف، فقد ورد في حديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام أبى أن يجري الحد على مومته، كان عيسى يلاحظ هذا الشيء، ولم يكن هذا لأجل تعطيل حكم الله وإنما لأجل ملاحظة الأهم والمهم. وكذلك لما وصل الرسول إلى الحكم قال الإسلام يجب عما قبله، يعني أن من فعل قبل ذلك من سيئة، من إراقة دم، من نهب، من محاربة، من الانضواء تحت لواء المشركين والكافرين والمحاربين، هؤلاء إذا أسلموا أفي عنهم
ونفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع إلى المدينة، يعني لما رجع من المدينة إلى مكة المكرمة ظافرا إلى رسول الله: ألا تنزل في بيتك؟ لأن الرسول كان له بيت في مكة المكرمة. قال الرسول: وهل أبقى لنا فلان بيتا؟ يعني أن الرسول أعرض حتى عن بيته الذي صادره الكفار قبل وصوله إلى مكة. ماذا لاحظ الرسول؟ لاحظ أن الكافر الذي صادر بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الكافر قطعا قد أسكن أناسا في هذا البيت في جار أو قرابة أو صداقة أو ما أشبه. فإذا ارجع هذا البيت معناه أنه يخرج أولئك الذين سكنوا هذه الدار. الرسول لم يرد حتى هذا القطر من طلب الحق، وحتى هذا القدر من الأخذ بحقه، حتى لا يقال أنه لما لم يكن الرسول في مكة مسيطرا كنا جالسين في هذا البيت، ولما سيطر على مكة أخرجنا من مسكننا ومأوانا. الرسول هكذا كان يفكر حسب ما يظهر من عمله الشريف. وهل الرسول يحتاج إلى دار في مكة؟ الرسول قد ملك الجزيرة العربية، ملك اليمن، ملك البحرين، ملك أراضي الكويت، فهل هناك احتياج إلى دار أو إلى دور؟ والرسول سيطر على 1,000,000 إنسان، فهل هناك حاجة أن يقتل 10 أو 20 أو 100؟ إن هذا من عقل الرسول الكبير المتخذ منهاجه من الله سبحانه وتعالى: ولكم برسول الله أسوة حسنة. يجب على الحركة أن لو سيطر وقبل السيطرة وبعد الوصول إلى الحكم أن يتخذ المنهاج الإسلام يجب عما قبله وعفى الله عما سلف. وكذلك فعل علي عليه الصلاة والسلام لما استولى على الحكم لم يسترجع حتى فدت، مع أن فدت في ذلك اليوم بيد الإمام عليه الصلاة والسلام، وقيل له في ذلك في استرجاع فدت، فأجاب بأنه لا حاجة له، بقصة مذكورة في نهج البلاغة وشرحه أو شروحه. إني أفكر بأن الإمام كان ينظر لهذا المنظار، وأن فدت ماذا تنفع الإمام وقد وصل إلى الحكم عليه الصلاة والسلام، ثم إنه لم يكن من أهل الدنيا حتى يحتاج إلى أساس يسير ورياس والدور والقصور والدواب ومراكب وغير ذلك، إنه كان ينظر نظرا بعيدا، ينظر كيف يجمع المسلمين تحت لواء الإسلام، كيف يؤاخي بين المسلمين. وإنه لو استرجع فدك لابد، لأن الذين كانوا ينتفعون بفدك في زمن عثمان هؤلاء يفردون عن الاستنفاع، وهؤلاء يقولون: لو لم يكن علي لكان أحسن لنا. تفكر الإمام عليه الصلاة والسلام حسب ما يظهر من عمله الشريف أن الأفضل أن لا يكون حتى إنسان يقول لولا علي لكان خير. الحركة الإسلامية قبل الوصول إلى الحكم والحكم
يجب أن يجعل منهجهما عفى الله عما سلف، وأن يجعل منهجهما الإبقاء على ما سبق، وإنما يغيرون المستقبل. وسنأتي في حديث قادم بإذن الله سبحانه وتعالى الواردة في هذا الشأن إن شاء الله تعالى. فالأساس السادس وهو منهج الحكم، يجب أن يطرح منهج الحكم فرحا أنه لا يؤاخذ الذين أساءوا إلى الحكم سابقا. وهنا سؤال، وهل الذين قتلوا والذين نهبوا والذين شردوا هؤلاء لا يأخذهم العقاب؟ الجواب نعم، فعل رسول الله حجة، فعل علي حجة، فعل عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام حجة، لأن الأنبياء أفعالهم حجة حتى بالنسبة إلى ما بعد مجيء الإسلام، كما ثبت في مسألة أصولية حول استصحاب السرايا، وقد ذكره الشيخ المرتضى الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في الرسائل، وغير الشيخ من سائر العلماء في كتبهم الأصولية المتأخرة من زمان الشيخ، وكانت المسألة معنونة أيضا قبل زمان الشيخ كما لا يخفى. فالشاهد أننا يجب علينا أن نسلك السبيل الأيسر لإنقاذ المسلمين من براثن المستعمرين والمستغلين، والسبيل الأسهل والأيسر والأقصر هو عبارة عن جعل منهاج الحكم عفوا عما سلف. وللفقيه الشرعي إذا كان هو الذي انتخبته أكثرية الأمة، أو ترى الفقهاء الذين انتخبهم أكثرية الأمة الحق بذلك، وإذا رأوا أن من الصلاح إرضاء أولياء المقتول أو المنهوب ماله أو المشرد أو المحسوب عرضه بشيء من بيت المال وما أشبه، فهو إليهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وارزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.